اتي مغارين وايركازن سفليدات اتي الخيره دورقيس السياسه ورقيس الانتخابات. دابا كيف ما كتشوف واش سالينا الشارج ديال الطحين غادي ندوزو غادي نشارجيو الكفاف. يلا اخويا باش شارجيو دوك الكفاف ان شاء الله ونمشيو. إذن الحمد لله توفقنا أننا نحط الرحال بإقليم الحوز وبالضبط قيادة ثلاث يعقوب، والهدف هو إن شاء الله توزيع الدفعة الأولى من قافلة الرحمة واللي منظمها الجمعية الهولندية ستيختين فورد مينس بمناسبة هذا الشهر الكريم ديال شهر رمضان والوجهة دوار تيفني. مبقى لي إلا نقول لكم بقاو معنا دابا باش نمشيو نلتحقوا، راه الناس في الدوار كيسينونا. الدراري اللي شادين السلعه راه التحقوا بينا دابا ان شاء الله غادي تمشيو باش تكتشفوا جميع معنا دوار تيفنيت، واللي ماشي الزياره الاولى هذه فراه الزياره الثانيه للدوار. السلام عليكم خويا مصطفى. علاش قلتي لنا خويا مصطفى نوقفو هنا؟ باش نقصو بشويه، باش نقصو السلعه. اه نقصو السلعه على قبل، على قبل الطريق، الطريق مكرفصه. اه ابتدا من هنا راه لابيست اللي كاين، بمعنى خصنا نقصو شويه ديال تقول في الكاميو. اه بلاص ما نطلعو بجوج ترونسبورات غنوليو طالعين بثلاثه. واخا ان شاء الله يكون خير، لان من الافضل ديال هادشي ولا تمشي حتى الطريق وتكرفص في الطريق. فهمتك، بمعنى الا مشينا مشارجين بالكطري يقدر يوقع شي اون بان في الطريق. اذا فرا كيف ما جا على اللسان ديال رئيس الجمعيه فرا اضطرينا اننا نوقفوا في هذه البلاصه باش نقصوا شويه ديال الثقل في هذا الكاميو، وديك الساعه ان شاء الله نتوكلوا ونشدوا الطريق لدوار تيفنيت. Thank you.
الان معنا رئيس الجمعيه الاخ مصطفى، واللي كيف ما كتشوفوا وحنا جايين في الطريق فراه الجو تبدل علينا، اضطرينا اننا غيخصنا نفرقوا اخويا مصطفى. ضروري اولا نشكروا هذه الجمعيه الهولنديه على هذه الزياره وهذه القفاف الرمضانيه، ثم خصنا نفرقوا لان الجو شويه مغيم، وشكرا مره اخرى وكنشكر بمعنى الجو الساكنه اللي جات هنا واستقبلتكم وشكرا. شكرا. بمعنى الجو كيف ما شار الاخ مصطفى فراه الشتا تقدر تطيح، داكشي علاش غادي نبغي نقول للاخ مصطفى عطي الانطلاقه على بالنا على الاسماء ديال الاسر واللي غادي نبغي نضيف الجماعه. سمعوا لي الله يرضي عليكم والاخوان واتي مغارين وايركازن سفليدات اتي الخيره ورقيس السياسه ورقيس الانتخابات، دعوات الوالدين ضر الرحمن الوالدين فقط، ياك تسفليد مين الخيرات ورقيس لا السياسه لا الانتخابات. دابا غادي نعطيو الانطلاقه للاخ مصطفى باش ان شاء الله يبدا يعيط على الاسر اللي غادي يستافدوا، وكيف ما شرنا سابقا فراه كلشي غادي يستافد ان شاء الله. اذا نبداو على بركه الله اخويا مصطفى. المعاونات اللي كتوزع فراه هي بخصوص قافله الرحمه، هي الدفعه الاولى اللي تعطات الانطلاقه ديالها بدوار تيفني، والحمد لله غادي يستافد معنا غادي يستافدوا معنا جميع الاسر اللي كاينه بدوار تيفني. ما بقى لي الا نقول لكم نتلاقاو في حلقه جديده ان شاء الله، وفي الدفعه الثانيه من قافله الرحمه واللي غادي تستمر طيله شهر رمضان. شكرا للساكنه، واخا تعطلنا عليكم شكرا بزاف، واسمحوا لينا ورمضان مبارك سعيد.